أتى رمضان للأكوان بشرى، فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى، فهيا ننفض الأحزان هيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة، إن شاء الله رمضان كريم. هنا اليوم كما راكم تشوفوا جبتكم واحد الشريبة، شريبة فريك كما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله، واحد البنة مع المطلوع اللي راح نعاود الوصفة تاعو. يعني كاين أخوات كانوا ما فهموش من قبل، وكاين أخوات ما شاء الله عليهم جربوه ونجحت معهم الوصفة. اليوم كما راكم تشوفوا واحد شوربة فريك بنينة بواحد البنة، ما نحكي لكمش، نتمنى أنكم تجربوا يعني الوصفة تاع شوربة فريك على طريقتي. كل وحدة وطريقتها، لكن هذه الطريقة سهلة لا، وان شاء الله تخرج لكم الشوربه فريك تاعكم بنينه مع يعني جميع الاسرار، باش تخرج لكم ما شاء الله ببنه الاعراس. نبداو اول حاجه مع المقادير، واهم حاجه البنات في شوربه فريك لازم تخيروا نوعيه تاع فريك يكون مليح. هنا اول حاجه كما راكم تشوفوا انا راح نطيبها في كوكوط يعني سريعه. كما راكم تشوفوا عندي مزيج بين الزيت والسمن ولا زيت وزبده، الحاجه المتوفره عندكم في البيت. هنا عندي كميه من البصل كنت قطعته رقيق. هاد البنات الحبه تاع الجزر انا صراحه نضيف لها حبه تاع الجزر، هي اللي تخلي لي هذاك الفريك يعني عاقد. انا الشوربه فريك ايضا تاعي نحط فيها الثوم. كمية تاع اللحم البنات هنا عندي غنمي، هي يعني باش تجيكم بالبنة تاع الأعراس لازم تطيبوها بالغنمي. نتوما الحاجة المتوفرة عندكم بالغنمي ولا كما نقولوا باللحم تاع العجل ولا خليط بين الدجاج والغنمي. بصح قلت لكم يعني أهم حاجة هي الغنمي باش تمد لكم البنة تاع الأعراس. هنا ضفت كمية من القرافص ودبشة، عندي ملح ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، شوية هريسة، ملح وحبة تاع طماطم كيما راكم تشوفوا كاملة البنات، لأنه من بعد راح نطحن هادو ولا نصفي الخليط تاعي، ما راحش نخلي هذاك البصل يبان. بالنسبة للتوابل هنا حطيت فلفل أسود، عندكم فلفل أسود ولا فلفل أبيض اللي عندكم. هنا فلفل أحمر حلو. عندي أيضا على راس المغرف هاد البنات هاد التوابل خاص يعني راس الحانوت الخاص بالفريك. البنات كاين مناطق يعني راس الحانوت فيه القرفه، ننصحكم انكم ما تحطوش. صراحه راس الحانوت تاع الخاص بالفريك ما يجيش فيه القرفه، لهذا يعني الاحسن على راس الحانوت على راس المغرف فقط شويه راس الحانوت. كما راكم تشوفوا خلطوا مليح، حطوه على نار قليله وقليوا المرميطه تاعكم مليح البنات، باش تجيكم هذيك شوربه فريك بنينه لازم تتعسل. وإلا عندكم وقت يعني وجدوها، خلطوا المكونات هادو كامل وخليوها تروبوزي، والله يا البنات تجي بنينه ما شاء الله. فما بالك لو كان يعني تخلوها تبات، لو كان تخلوها تبات يا البنات واحد البنه عظيمه يعني في الاعراس. صراحه الاب تاعي ولا الام تاعي كيطيبوا في الاعراس الاغلبيه يوجدوا قبل بليله باش غدوه من داك يطيبوا مباشره. هنا بعد ما تعسلت لي هذيك يعني البصل تاعي وتقلى مليح، نمرقوا بالماء الساخن البنات، نقفل عليه لا كوكوط جوست ما تطيب هذيك يعني يطيب هذيك الحبه تاع الجزر والطماطم. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم يعني من قبل انا كنت حطيت رزمه كما نقولوا لا ربطه تاع قرافس، فيها يعني غير عود قرافس وشويه دبشه، المهم بكيس بلاستيكي فقط تاع غذائي اكيد، ربطهم احسن من انكم يعني تقطعوهم ومن بعد يعني ما تجيش الشريبه تاعكم شابه. هنا كما راكم تشوفوا راح نصفي هذوك المكونات تاعي كامل، نعاود هذاك البصل اللي شتوه يعني اللي يجي مصفي، نقلع اللحم هذيك تاعي ونعاود يعني نميكسي مع هذيك الحبه تاع الجزر على حساب كميه تاع على حساب يعني كميه تاع العائله تاعكم. هنا البنات علاش انا صفيت ما نميكسيش مباشره، لانه لو كانت ميكسي واللاصوص تاعكم راح تجي غوز، لهذا الاحسن انكم يعني تصفوا احسن باش هذاك اللي دام لاصوص صافيه تهبط لتحت، وهذيك الخضره وهذاك البصل تعاودوا تميكسيهم تعاودوا تضيفوهم. الاحسن هذه الطريقه البنات باش يعني ما تجيكمش كما راكم تشوفوا ما تجيكمش لاصوص كما نقولوا ورديه. هنا كما راكم تشوفوا البنات تحاولوا تميكسي، وانا ثاني علاش نصفي لانه دي فوا على بالكم الحم الغنمي يكون فيه العظم ولا كي تصفوا احسن، هذه طريقتي. نتمنى الصراحه تجربوا هذه الطريقه والله غير سهله
والصراحه اللي ذوق عندي شوربه فريك الحمد لله يعني كامل تعجبهم. كما راكم تشوفوا زدت عاود صفيت وحطيت عليها ماء سخون. انا هذه هي طريقتي في شوربه فريك. نتوما تحبوا مباشره تصفوها مباشره وتحطوا غير في هذيك لاصوص، يعني ما تميكسيو خضره ما والو. هنا كما راكم تشوفوا لاصوص. هنا بالنسبه للفريك، نرجعوا للفريك، الفريك البنات حاولوا انكم تخيروا نوعيه مليحه اللي تكون يكون لونها اخضر، تكون رقيقه شويه وكتشموها كتشموا فيها ريحه الفريك. انا هنا صراحه شاريه الفريك يعني من عند ناس كونفيونس، يعني متاكده باللي راه نظيف. انتم الا كان يعني الفريك تاعكم اللي مشري يعني تشروه من المحل ولا، حاولوا انكم تغسلوه وتصفوه باش تضيفوه. انا هنا صراحه راه يعني حاجه مضمونه راه نضيف. عاودت ايضا حطيت يعني رزمه تاع دبشه، هذه دبشه البنات ما فيهاش قرفس، قرفس كنا حطيناها من قبل، عاودنا نحيناه ايو مع تصفى ايو زدت عاودت وحده جديده باش تطلق لنا هذيك الريحه والبنه. بعد ما قفلت الكوكوط مدة على نار قليلة البنات، مدة 20 دقيقة ماكسيمو 20 دقيقة. شوفوا البنات الشريبة تاعنا كيفاش راها خاثرة، كيفاش راها عاقدة، كيفاش تعرفوا الفريك تاعكم باللي طاب. البنات شوفوا الفريك طلع حتى الفوق يعني ما بقاش راكح للتحت. هنا في الأخير ضيفوا هذيك القرن تاع الفلفل. بالنسبة للمطلوع تاعي كما راكم تشوفوا فيه حطيت كاس ونص البنات سميد رطب، نوعية جيدة كما راكم تشوفوا فيه. ديما نوصيكم اللي يكون لونه أصفر هذاك هو سميد الملح. ملعقة كبيرة تاع خميرة، ملعقة كبيرة تاع سكر، وعندي أيضا القليل من القليل على رأس المغرف خميرة خبز، خميرة كاطو عفوا. تحبوا ما تضيفوهاش، هذيك اضافه فقط، بصح تضيف شويه الهشاشه، واحد الهشاشه هكا للعجين. هنا انا فضلت انه نبلها بالحليب الدافي كاس ونصف، يعني نفس الكيل تاع السميد نفس الكيل تاع الحليب ولا الماء. تحبوا ضيفوا الماء تجيكم نفس النتيجه يعني ما شاء الله، لكن الحليب كما تعرفوا يعني يضيف لها واحد الحموريه واحد الهشاشه. هنا كما راكم تشوفوا ما استعملتش البغا ميكسور، ما استعملتش الروبو، مباشره راح نشيح بالفرينه. هذا هو السر تاع المطلوع. هنا ضفت كميه من الملح سانوج. هنا هذا هو السر تاع هذا المطلوع يعني بدون عجن. بقيت نضيف في الفرينه حوالي زوج كيسان البنات ناقص اصبع، زوج كيسان البنات زيدوها تدريجيا. دخلوا المكونات مليح ما راحيش تعجنوا، فقط تدخلوا هذيك الفرينه مليح كما راكم تشوفوا، تغطوها وتخلوها تخمر. كي تشوفوها ضعف الحجم تاعها من بعد تبداو تكوروا وتحلوها عادي كما راكم تشوفوا البنات، يعني عجينه طريه ما راهيش يابسه وما راهيش طالقه روحها. هنا يعني حاولوا تدخلوا هذيك الفرينه مليح، ما تقولوش يعني العجينه معاكم راها يابسه وما يليقش، ما يصلحش. لا لا بالعكس، كي تغطوها راح تزيد مع تخمر تزيد تطلق روحها شويه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما فاتت عليها 20 دقيقه، شوفوا البنات كيفاش القوام تاعها، تقول عجنتها وهي ما عجنتهاش الصراحه، جست لميتها. شوفوا ما شاء الله كي تكون نوعيه السميد تاعكم رطب هذاك مليحه البنات ما راحش تعبكم نهائيا في هذاك المطلوع. شوفوا ويجي خفيف صدقوني هذه الوصفه. الحمد لله كاين اخوات جربوه ونجح معهم، وكاين اخوات يعني ما فهموش الطريقه مليح، رغم انه الفيديو انا صراحه كنت حطاته يعني بالتفصيل باين كلش، لكن بالنسبه للاخوات اللي ما فهموش. هنا تحبوا ايضا في المرحله الاولى كي تكونوا تخلطوا تضيفوا ملعقه تاع زيت ولا ملعقه تاع زبده، والاحسن الى عندكم يعني السمن. السمن صراحه واحد يا البنات يعني يضيف واحد البنه لهذاك المطلوع ما نحكي لكمش، واحد الخفه ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا البنات انا كورت العجينه تاعي، درت هذه بول، نزيد نخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش نبدا نحلها باش تجيني سهله فقط. كما راكم تشوفوا يعني ما شاء الله ما راهيش طالقه روحها، شوفوا البنات راها شاده روحها، يعني ما تخافوش منها لانه مع زيت تخمر مع هي ما فيها الفرينه ما تخافوش منها، راح يجي خفيف وطري ما شاء الله. هذا المطلوع يوالمكم بزاف في رمضان، يعني بدون جهد بدون عجن. الاخوات اللي مراد اللي مزروبين يعني خلطي المكونات خليهم يخمروا، من بعد حلي ديريهم كويرات وحلي خليهم يخمروا، من بعد طيبي مباشره ويجيكم واحد المطلوع البنات جربوه وردوا لي الخبر. كما قالتها واحد الاخت يعني نوجه لها تحيه كبيره راها تعرف روحها شكون، صراحه كان يراها كبيره ولادها يموتوا على المطلوع، لكن للاسف كانت ديما تجرب الا غالب يعني كل وحده وكاين حاجه ما تصدق لهاش، والحمد لله جربته وصدق لها
وما شاء الله راح تقريبا كل يوم ديروا لولادها ولراجلها ما شاء الله. المهم كما راكم تشوفوا البنات، انا نكمل الحل. كما راكم تشوفوا العجينه ما راهيش يعني تلصق ولا تغبنكم، ما راهيش تغبن. هذا المطلوع مليح للمبتدئات اللي راها تخاف تقدر تطيب بنفس الطريقه اللي كنت حضرتها من قبل على ورق الطهي. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خمر لي خليته مده يعني كده ضعف الحجم تاعو، سخنت الطاجين وراني نطيب عليه. كيما راكم تشوفوا البنات يعني حاولوا انكم تقعدوا تحركوا. هنا فقط اللي يحب المطلوع فارغ من الداخل البنات، يعني الا حبيتوه بالون هنا مع تقلبوا تخلوه يعني ما تمسوهش، وتقعدوا تحركوا تعاودوا تقلبوا بصح ما تثقبوهش البنات. الا ثقبتوه ما راحش يجيكم فارغ من الداخل، والا حبيتوه مطلوع عادي لازم كي تثقبوه ما تخلوهش ينتفخ البنات ويجيكم فارغ من الداخل. يعني حاولوا انكم تثقبوه بعد ما تفوت المرحله هذه، تثقبوا المطلوع تاعكم باش ما يجيكمش فارغ كما راكم تشوفوا. والا حبيتوه فارغ البنات يعني خلوه مع تقلبوه خلوه عادي وقعدوا حركوه وحده وحده ينتفخ ويجيكم فارغ من الداخل. كما راكم تشوفوا انا حبيته مع شوربه فليك يجي مع مطلوع على بالكم يعني في اول ايام رمضان، يعني حاجه في المائده تاعنا مهمه يعني. وتقريبا كاين الاخوات اللي كل يوم المطلوع يعني موجود في البيت، كاين اللي ديما راها تعجن. هذه وصفه سهله وصدقوني ناجحه 100%، وانا واحده من الناس راني معتمدتها وما نبدلهاش باذن الله. كما راكم تشوفوا هذه مطلوعه ثانيه. المهم انا نكمل بنفس الطريقه، جربوه البنات وجربوا شوربه فريك صدقوني هذيك الشوربه الله الله يعني ما تاخذ لكمش وقت طويل. في كوكوت يعني مده 20 دقيقه ماكسيمو على نار قليله البنات، راح مع تحلوا الكوكوت يعني يجيكم الفريك تاعكم ما شاء الله يجيكم عاقد ويجيكم سوا سوا في يعني في الميز تاعو. بالنسبه ايضا للمعيار تاع الفريك البنات، نورمالمون كل شخص تقدروا تضيفوا له ملعقه اكل كبيره ماهيش معمره بزاف البنات. كل ما يقدر يعني نتوما على حسبوا الاعداد العدد تاع الاعداد تاع الافراد العائله زوج ثلاثه اربعه، المهم على حساب عدد افراد العائله. يعني كل ملعقه مش معمره بزاف تعتبر يعني تجيكم بول تاع شوربه للشخص الواحد. كيما راكم تشوفوا انا كملت الوصفات تاع اليوم، نتمنى يكونوا خفاف الظرف عليكم وتجربوا شوربه فريك على طريقتي. اهم حاجه كيما قلت لكم النوعيه تاع الفريك تكون مليحه، ثاني حاجه البنات قليوا المرميطه تاعكم، وثالث حاجه باش تجيكم البنه تاع العراسيه البنات لازم يعني شويه ولو قطعه ولا زوج تاع لحم غنمي هو اللي يخلي شوربه فريك تاعكم بنينه. اللي ما عندهاش يعني تحاول يعني على قدر المستطاع، هذه فقط اللي حوسوا على البنه يعني باش تجيكم شوربه فريك بنينه. انا كملت الوصفه تاع اليوم، عليا غير نقول لكم سلام مع وصفات اخرى ان شاء الله. في امان الله.